فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح إيه
تفضل يا رب أن تذكر نفسها بين القمص سراب أمون عبد رزق مع كل أنفس أبائنا وإخوتنا الذين راقدوا اطلبوا عن أبائنا وإخوتنا الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة أبائنا الأساقفة أبائنا القمامصة وأبينا القمص رابمون عبده أبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمتان ويغفر لنا خطايانا نيح نفوسهم في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي كيريه انا باب صنامي